كابتن اسامه، يمكن الكابتن احمد بلال اتكلم عن ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه هناك، ولكن الامور لم تحسن. انت كلاعب كوره او كمدير فني مكان مستر موسيماني، بتفضل ايه؟ ان ماتش العوده يكون على ارضك ولا ماتش العوده يكون بره؟ خلي بالك ما بقتش بتفرق بلغه الكوره دلوقتي. تلعب بره ملعبك ولا جوه ملعبك. بنشوف السنه اللي فاتت في البطوله التاسعه الاهلي بيكسب الوداد بره على ملعبه 2-0 وبيرجع ببليل الاريحيه والافضليه في ملعبه. ماتشات كتير رحنا تونس هناك الصفاقسي 2006 صحيح. بتحرز البطوله وانت بره ملعبك. ايوه القطن الكاميروني، فانت العمليه النهارده ما بقتش جوه ملعبك او خارج ملعبك. مباراه الذهاب تعادل سلبي. طبعا طبعا خسرنا واحده على ملعبنا اتعادلنا 1-1 النجم، خسرنا النجم على ملعبنا، النجم على فاينل النجم مع ان كنا متعادلين هناك 1-1 2008 2008 فانت النهارده ما بقتش فارقه خلاص. لكن النهارده لما بنتكلم عن الاهلي والترجي الاثنين من افضل الانديه الموجوده في افريقيا صحيح. لو بنتكلم في اخر 20 سنه هتلاقي دايما المنافسه محصوره الاهلي الترجي التونسي بنتكلم على الوداد المغربي وممكن تدخل فرقه رابعه من بعيد صح. عندك صن داونز مره تلاقي الرجاء مره انيمبا مره الزمالك مره مازيمبي انت كلاعب كان الاسهل لكن انت تلعب فرقه من فرق شمال افريقيا ولا فرقه افريقيه والله في النهائيات دي بلغه الكره لما بنتكلم نقول بطل بيلعب اي فرقه لكن دايما بتوع شمال افريقيا بحكم ان بوبادير بشمال افريقيا عارفين اللغه قريبين من اللغه بيبقى دايما في حماس كبير عكس افريقيا سمراء لما تلعب صن داونز او انيمبا او الفرق الافريقيه فرقه من غانا مثلا فبتبقى ليها الافضليه وبتبقى يعني المباراه اسهل شويه لكن لما بنتكلم عن الاهلي والترجي مباراه خارج التوقعات لما بنتكلم قبل المباراه لا الحظوظ متساويه 50-50 ما تقدرش تقول مين يقدر يكسب المباراه حتى لو الاهلي والترجي مثلا فرقه ليها الافضليه سواء في الدوري او بطوله الكاس او البطوله المحليه وماشي افضل بشكل افضل لكن تبقى المباراه 90 دقيقه حاله اللاعب وحاله المدير الفني النهارده لما هنشوف اللقاء زي ما في منافسه داخل الملعب هيكون الخطوط النهارده في مباريات ما بين خط الوسط هنشوف المواجهات على الخطوط هتلاقي مباريات داخل الملعب ايضا في منافسه خارج الملعب النهارده معين الشعباني وموسيماني اثنين مدربين كبار لهم خبرات كبيره الاثنين اخذوا البطوله الاثنين اخذوا البطوله والاثنين دايما بيفاجئوك داخل اللقاء يعني ما تقدرش تقول موسيماني بيثبت تشكيل او بيثبت طريقه لعب لا النهارده ممكن بيستخدم اوراق يغير طريقه لعبه شفناها في مباراه لعب 4-4-2 غير طريقه لعب النادي الاهلي ممكن شفناها في مباراه ثانيه لعب 3 في وسط الملعب برضو نفس الكلام معين الشعباني ممكن النهارده يفاجئنا برضو يبقى عنده توازن ما يبقاش في عنده اندفاع هجوم من الاول عشان عارف ان الاهلي والترجي هي ماتشين من دورين صحيح مش النهارده بس اللي يحسم اللقاء لكن لسه متبقي مباراه اخرى لكن النهارده مباراه داخل الملعب وهتكون ايضا خارج الملعب